المؤتمر هدفه خلق ثقافة صحة وسلامة مهنية في سوريا. في تشاركية كبيرة في المؤتمر، نحن في تعاون بين القطاع العام والخاص في المؤتمر. يأتي المؤتمر على أحدث المستجدات في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال محاضرات، كما يتميز ببيان أو إلقاء تجارب من قبل الشركات المشاركة. كل سنة هناك شعار يطرح من قبل المنظمة ليتم الحديث عنه بقصد نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. الوقاية شيء أساسي جدا بالنسبة للسلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على رأس المال البشري في سواء في الشركات الإنتاجية أو الشركات الخدمية. يعني هذا الأمر يصح في كل الحالات. نحن بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين وكافة جهات القطاع الخاص المعنية وشركات القطاع العام أيضا عم نقوم بها الفعالية. الهدف منها الوصول إلى بيئة عمل آمنة للحفاظ على مسألة السلامة والصحة المهنية للعاملين في كل القطاعات. منظمة درست عبر خبرائها اللي هن خبراء فنيين شو ممكن يكون مستقبل العمل أو شكل مستقبل العمل في المستقبل، فحطت 4 مجالات رئيسية للعمل اعتبرتهم أنه هدول أعمال مستقبلية. منهم العمل في مجال التكنولوجيا، منهم العمل، منهم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديموغرافية، منهم الأخذ بعين الاعتبار أيضا الأشياء اللي لها علاقة بالتنمية المستدامة على سبيل المثال. حبينا يكون لنا دور بنشر ثقافة الوعي بالصحة والسلامة المهنية لما حتى تكون مجرد معايير وضوابط، يعني نشر هذا الوعي عند العاملين وعند إدارات المؤسسات، لأنه هذا بينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد وعلى أصحاب المنشآت وبالأخير الأهم الأساسي على العمال وسلامتهم. يعني